مبروك يا سليم، بس يعني ما كانش ينفع برضو ان انا اعرف من الناس، كان واجب انت اللي تقول. هو انا مش ياما قلت لك اتجوز يا سليم وانت اللي كنت بتقولها؟ حصل يا محاسن. معلش انا كنت عايزه اقول لك حاجه كده جهراني في قلبي قوي. سلامة قلبك. هو ما كانش ينفع يعني ان انت تتجوزها في اوضه تانية غير اوضتنا. اتجوزها في اوضتنا؟ الكلام ده مش مظبوط، ما حصلش. اللي قالك كدب عليك. يعني انت ما تعرفش؟ حاسن، لو مش عايزاني اتجوزها وحياتك عندي ما هدخل عليها. لا يا سليم، انت عايز تتجوز ومن حقك تتجوز، ومن حقك يبقى عندك ولد، وانا ابقى ست وحش وقلت لا. الحمد لله على السلامة. بقول لك ايه، انا مش طايقاه. ليه يا بنتي، في ايه؟ اهو كده هما كانوا اخترعوا زفت الاسم المحمول ده ليه؟ مش عشان لما نتصل بيه ترد عليا وتطمني ولا تطنشني كده؟ صح، في دي عندك حاجة. وبعدين بقى بصراحة كده انا قلبي وكلني، سفرك مصر ده بقى كتير، شكلك كده متجوز عليا. مش بقول لك طول عمرك بجرة، انا اتجوز عليكي. ايه، ما هم الله يرحمها قالت لي الرجالة كلها صنف واحد. الله يرحمك يا حماتي ويرحم الحكم والمواعظ بتاعتك، كانت ست حكيمة. ايه، امي مش عاجباك ولا ايه؟ لا عشت ولا كنت، دي كانت حبيبتي. طيب قولي بقى، هو انت كنت في مصر بتعمل ايه وما بتردش على التليفون ليه؟ انا كنت بحاول اجيب لك هدية عشان افاجئك. يا نهار اسود، شاف اهو، شاف وجعتك سودا ومهببه، كنت بتجيب هديه؟ ها، ما هم الله يرحمها قالت لي الرجاله لما تحبي تعمل عامله سودا لازم تجيب هديه لمراتها عشان تداري على اللي عملته. الله يرحمك يا حماتي ويرحم الحكم والمواعظ بتاعتي، احنا مش نخلص من امك دي واسعه بيك. ايه رايك؟ ايه دي؟ دي الهديه، شفتها عجبتني اشتريتها. ده حلو قوي. طب انا مش هشوفه عليكي بقى ولا ايه؟ وانت يا اخويا من امتى كنت بتجيب هدايا من النوع ده؟ اصل يعني حسب الحكم والمواعظ بتاعت حماتي الله يرحمها، واني يعني بحب اسمع كلامها، بتقول لما راجل كانت بتبقى مراته وحشيه قوي
كان يجيب لها هديه من النوع دي فتتبسط فوحشاني. ايه الله يرحمك يا اما، بتقولي حكم ومواعظ حلوه. طب انا عايز اشوفه عليك دلوقتي حالا حالا. تشوف ايه وزفت ايه؟ دمك تخرب بيتك وبيتي والطربقه على دماغ محمل اتنين. لسه كنت بتنادي عليه من شويه وبتقول لي انت يا زفته يا محاسي انزلي يا بنت عشان تخبزي الفطير. حاضر يا ام. امك ايه وامي ايه دلوقتي؟ بقول لك هتنادي عليا دلوقتي وهتشوف يا بنتي. مش هتنادي. ايوه يا ام. لا يا ام انت بتعملوا ايه؟ ما بتعملش حاجه يا ام، احنا قاعدين. والنعمه مالك اهو ابني. مش حاجه يا ام. ايه عامله ايه دلوقتي؟ كويسه يابا الحمد لله احسن. ده انت نمت كتير قوي، يجي يومين. ايوه اصل انا كنت تعبانه قوي، بس لسه حاسه كده بصداع في دماغي مش عارفه فيه ايه وريجي ناشف. هي العشاء قدنت ده من بدري يا حبيبتي. طيب انا هاجم اشرب بجميه وان شاء الله كده اتوضى واصلي العشاء. يلا يا حبيبتي يلا، وانا كمان احضر لقمه علشان نتعشى بيها. يلا يا ماما يلا اشرب تعالي. يلا الشاي يا سعدية. حطي الشاي وروحي اعملي الخبيزة علشان العرسان. ضناي ايه اللي منزلك دلوقتي؟ أنا جلجان على محاسن قوي يا أمه وراح أطمن عليها. تطمن على محاسن ده إيه؟ أنت عريس تطلع تقعد جنب عروستك، ما تطلعش برا الدار قبل أسبوع. يا أمه الله يكرمك، أنا لو ما رحتش أطمن عليها دلوقتي مش هبقى مرتاح بعد إذنك. محاسن المحاسن قال